صباح الخير للجميع. اليوم رح يكون عنا آخر يوم لقاء مع دردشتنا من يوم ما بدينا زي الكورونا لليوم، وإن شاء الله زي ما قلنا رح نتلاقى كل أسبوع يوم الجمعة مبدئيا، على بين ما نشوف لوين رح يوصلنا الروح القدس وشو رح يكون اللي جاي. بكرة عنا عيد العنصرة، كل سنة وانتم سالمين. واليوم هيك وانا بالقداس اجى علي على بالي موضوع، او مش انا اجى على بالي، هيك وصل لي موضوع بدنا نحكي فيه اليوم شوي. بصراحة انا بالنسبة لي كمان الموضوع هذا هيك، ويمكن اول مرة انا بفوت كمان فيه بهالعمق. رح نقرأ انجيل اليوم بما انه اخر انجيل بهالفترة اللي احنا كنا فيها مع بعض، من الصيام للقيامة لزمن 40 كله، الصعود وبكرة العنصرة، وكمان أجينا بالشهر المريمي وبكرة ختام كمان الشهر المريمي. يعني حلو هيك العنصرة بتنزل مع شهر العذراء شهر المريمي اللي بيكون ختم كل لقاءاتنا الأولى. إن شاء الله نشوفكم كل يوم الجمعة، كل يوم جمعة لغاية ما نشوف إذا صار في أي شغلة للتالية، ممكن نعمل كمان مرتين بالأسبوع مش بس مرة حسب ما ربنا يرتب لنا المواضيع. خلينا نبدأ نصلي ونشوف شو معنى إنجيل اليوم وشو ربنا بده يختم لنا هالزمن اللي كلنا فيه كنا مع بعض، ونرجع يوم الاثنين الزمن العادي، بيخلص الزمن الفصحي نرجع لزمننا العادي. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس، وخلص أيها الصالح نفوسنا. قدوسنا الله، قدوسنا القوي، قدوسنا الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. قدوسنا الله، قدوسنا القوي، قدوسنا الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. قدوسنا الله، قدوسنا القوي، قدوسنا الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. الفترة اللي مرقنا فيها كل هالوقت دخلنا بكثير مواضيع، دخلنا في شغلات نفسية، دخلنا في شغلات روحية، دخلنا في شغلات جسدية، دخلنا في علم الطاقة، مرقنا بكثير أشياء مع بعض، دخلنا في المثلثات الأربعة، دخلنا في عمق الثالوث الأقدس، دخلنا في عمق الروح القدس، وتعرفنا على كثير أشياء ما كناش نعرفها، دخلنا في أشياء كثير أنها تكون هيك وعمرنا ما تأملنا فيها بالأسلوب هذا. لما بديت معكم قلت لكم إنه إحنا بدنا نبدأ بأسلوب راهبة كارولية، كيف بتفوت بتقعد هي ويسوع في قلبها وبتبدأ تتأمل فيه وتحكي معه. ودخلنا الأناجيل بالأسلوب هذا، إنه نعيش الله ما نعيشش الخوف من الله، نعيش يسوع ما نعيشش بس الخوف من العذاب ومن جهنم، نعيش الروح القدس وما نعيش بس بالقلق والخوف من انه احنا بالنهايه رح نروح على النار لانه اعمالنا كلها سيئه. دخلنا بشيء كثير حلو اللي هو عرفنا الصور اللي كانت موجوده جوانا واللي حاولنا كثير انه نخفف منها عشان نوصل للصوره الاصليه. دخلنا في التكوين ودخلنا في كثير اجزاء من الكتاب المقدس، وتعرفنا على كثير شخصيات وفهمنا اشياء لاول مره بنفهمها. كل هذا عشان يوصلنا لشيء واحد، نفهم شو يعني انه نعرف الله ونعرف نفسنا. المعرفه شيء جدا مهم، والمعرفه هي الحياه الابديه، انه احنا نعرف الله ونعرف بعد يسوع، ويسوع اللي هو والروح القدس معنا حاليا في الكنيسه لغاية ما نوصل ونرجع مع الله. كثير مرقنا بأشياء، كثير مرقنا بشروحات، كثير مرقنا برموز كانت جدا لأول مرة ممكن تمرق علينا، ولأول مرة ممكن الناس تفهمها بالأسلوب هذا. كثير صرنا نلاحظ على تصرفاتنا شو بنعمل، كثير صرنا نلاحظ على أمور دقيقة كنا نعيشها كل يوم لكن ما كناش فاهمين إنه هي موجودة بحياتنا أو ما كناش لاحظناها. اليوم رح نلاحظ شغلة هي عمق كل الحياة اللي احنا عايشينها، وهي عمق الاختلاف
وعمق الأشياء الحياة الموجودة حاليا فينا، وهي عمق الكون كله. إشي كتير بنعيشه يوميا، بنشوفه يوميا، لكن عمرنا بحياتنا ما فهمناه بالأسلوب هذا وما عرفناه بالأسلوب هذا. اليوم بدنا نحط إصبعنا عليه علشان نفهم، نقدر نقيم حالنا، نقيم حياتنا، ونقيم العالم كله علشان نعرف مين إحنا، من وين جينا، وشو إحنا، ولوين رايحين. وقلنا إنه الروح القدس هو اللي يقود مسيرتنا من يوم طالع لنوصل لعلاقة حلوة مع الله. الحياة الأبدية هي علاقة حلوة وعشرة حلوة مع ربنا، وإذا قدرنا إنه إحنا نوصل ندخل بالعلاقة هاي مهما وقعنا فيها ومهما سقطنا فيها إلى إنه إحنا نكمل. ليش؟ لأنه إحنا بلشنا ندوق الطعم اللذيذ والحلو لربنا. خلونا نشوف اليوم، نقرأ إنجيل اليوم لأنه راح يكون آخر إنجيل من بالعهد الزمن الفصحي، وراح نروح للنقطة اللي بدنا نحكي فيها اليوم، اللي هي راح شوي بديش أقول تختم، بس شوي راح توضح لنا كثير من الأشياء اللي ممكن إحنا نفهمها ونقدر نعيشها صح بحياتنا. اللي هو 21 من 20 ل 25 واللي هو تقريبا بيختم انجيل يوحنا. فالتفت بطرس فراى التلميذ الذي احبه يسوع. احنا امبارح قرانا انه يسوع قال لبطرس اتبعني، فبدنا نكمل اليوم. قال له بعد ما قال اتبعني، التفت بطرس فراى التلميذ الذي احبه يسوع يتبعهما، ذاك الذي مال على صدر يسوع في اثناء العشاء، وقال له يا رب من الذي يسلمك؟ فلما راه بطرس قال ليسوع يا رب وهذا ما شانه؟ قال له يسوع فما لك وذلك، اما انت فاتبعني. فشاع بين الاخوه هذا القول ان ذلك التلميذ لم يموت، مع ان يسوع لم يقل له انه لن يموت، بل قال له لو شئت ان يبقى الى ان اتي فما لك وذلك. وهذا التلميذ هو الذي يشهد بهذه الامور وهو الذي يكتبها، ونحن نعلم ان شهادته صادقه. وهناك امور اخرى كثيره أتى بها يسوع، لو كتبت واحدا واحدا لحسبت أن الدنيا نفسها لا تسع الأسفار التي تدون فيها. شغلة واحدة بدي أعلقها على الإنجيل هذا قبل ما نروح على اللي بدنا نشوفه، علاقة يوحنا مع يسوع. لما أجى يوسف اللي كتبوا الإنجيل يوحنا، لما أجوا يوسف ويوحنا قالوا عنه ذاك الذي مال على صدر يسوع اللي أعطوه ليوحنا. مالوش يوحنا أحد التلاميذ الاثني عشر، قالوا ذاك الذي مال على صدر يسوع في أثناء العشاء. ويسوع أحب هذا التلميذ كثير. قديش يسوع أحب يوحنا؟ وإذا نشوف في كل اللي مرقنا فيه، يوحنا اللي كان يحس إنه هذا يسوع كان يقول لبطرس هذا هو يسوع، لأنه الحب هو العلامة الوحيدة للمعرفة، لمعرفة الشخص. بدون ما تشوفه أو تتأكد منه، عيارك ما حسيته أو شميت ريحته، أنت بتعرف إنه هذا هو الشخص. وهذه العلاقة اللي كانت بين يسوع وبين يوحنا. يوحنا بلا تكلف حط راسه على صدر يسوع، سمع دقات قلب يسوع اللي احنا موجودين جواه، قلب يسوع اللي احنا بنعبده، قلب يسوع اللي بنصلينه، قلب يسوع اللي انطعم علشاننا. يوحنا حط راسه على هالقلب وسمع هالدقات. قديش مقدار وعمق الحب اللي كان بين يوحنا وبين يسوع. كلهم احبوا يسوع، كل التلاميذ، بس لازم يكون في حد على قد بيحب كثير حتى الموت، بيحب حتى يتبع دائما. لانه يسوع لما قال لبطرس اتبعني، يوحنا كمان تبعه، لانه لا شعوريا اللي بحب الواحد بيتبعه بدون ما يحس. ويوحنا قد ما كان يحب يسوع تبعه، مع انه قال لبطرس اتبعني، بس هو كمان تبعه، لانه وهذا اللي حكى عنه بطرس، وهذا شو ماله ليش اتبعه؟ ليش يجي؟
شو بدك فيه؟ لو بدي اياه يضل لغاية ما اجي انت ما لكش. شوفوا قديش الحب زي السحر بيخلي الواحد يعمل اشياء ويروح محلات ويكون عايش اشياء بدون ما يعرف، بس ماشي. ما بالكم لما يكون الحب ما بين الخالق والمخلوق. يوحنا كان الخليقة، يسوع هو الخالق، يعني كل شيء خلق وتمم بكلمة الله، وكلمة الله هي يسوع. فشوفوا قديش الحب اللي كان ما بين يوحنا ويسوع. راح اترككم بهالانجيل هذا عند الكلمة الوحيدة اللي حلوة واللي كلنا بنتمنى انه نكون زيها، الذي مال على صدر يسوع في اثناء العشاء. يسوع قديش كان مضطرب في العشاء، قديش كان عارف انه هو رايح لمحل بعيد، رايح لمحل في عذاب وألم، وقديش كان عارف انه هو عم يسلم للتلاميذ هالعشاء وعم يسلمهم من هون الكنيسة، وبلش يحكي لهم زي ما مرقنا بكل يوحنا من 17 يحكي لهم الوصايا. قلب يسوع في هذاك الوقت شو كان؟ يغلى محبة، يغلى خوف، زعل، اضطراب، كل المشاعر كانت موجودة. مشاعر الوداع، مشاعر التسليم، مشاعر الخوف، مشاعر الاضطراب، يعني في جاي ألم، كل المشاعر كانت موجودة هناك. فما فيش أحلى من اللي بتحبه يجي يحط راسه على قلبك ويسمع الدقات علشان يقول لك يا يسوع أنا بحبك، عشان يقول لك بنحبهم، إنه إحنا بنحبهم في كل الأوقات اللي هم بيمرقوا فيها، في كل العذابات، في كل الظروف، في كل المشاعر، شو ما كانت، إذا كانت مشاعر حب، خوف، زعل، اضطراب، حزن، يأس، نحط دينينا على قلب اللي بنحبه عشان يقول له إنه إحنا معك. يوحنا تبع يسوع في كل شيء، وهو الوحيد اللي كان يتنقل معه أثناء ألامه لغاية الصليب. ليه؟ لأنه محبه. إحنا لازم نكون زي يوحنا، نحب ونحب بدون تفكير، نتبع يسوع لأنه اللي بحبوا يسوع مجانين، ما بيفكروش في أي شيء بس بالحب. وإحنا نتبع يسوع دائما حتى لو كان على الصليب وعن نموت على الصليب. الحب بيستاهل إن نموت من أجله. خلينا نشوف اليوم النقطة اللي بدنا نختم فيها هالزمن الأربعيني، ونشوف وين شو بدنا نكتشف من كل اللي أخذناه. طبعاً أنا دائماً برجع للتكوين، والتكوين اسمه تكوين، يعني كل شيء كونا، كل شيء بدأ من هناك من التكوين. وإحنا نعرف إنه بداية الخليقة كانت التكوين، وبداية العهد الجديد كان برضو الدعوة للتلاميذ اذهبوا وبشروا وأعلموا وعملوا زي ما قال الله لآدم وحواء، روحوا واثمروا وإملوا الأرض وإملوا الدنيا. لازم نعرف شيء واحد، إنه الله محبة وحب، وما قدرش يعيش لحاله فخلق إنسان يبادل الحب بالحب. إنه الله بحب العيلة، بحب يعمل عيلة، وهو بحب يعيش في العيلة. أول شيء لازم نفتح له باب العيلة، يفوت يعيش معنا، لأنه حيث ما اجتمع اثنان كنت هناك بينهم، يعني في عيلة ثلاث، والعيلة ما بتصير عيلة إلا لما بيجي الولد الثالث، والأب والأم أو الرجل والمرأة لما بتجوزوا بدهم يجيبوا ولد، من هون بتصير عيلة. بس لما بيكونوا اثنين بيكونوا لسه كابلز، بيكونوا لسه بيكونوا عيلة. يسوع قال حيث ما اجتمع اثنان باسمي كنت هناك بينهم، يعني عيلة. والعيلة أهم شيء في الدنيا، وأهم شيء عم بيحاربه الشيطان وبده يهده هو العيلة. ولازم نعرف إنه العيلة هي محور حياتنا، وهي أهم شيء في الكون، لأن الله خلق عيلة آدم وحواء وهو كان عايش معاهم وقال لهم روحوا اثمروا إلها. لكن للأسف الشديد آدم سقط، والعيلة هاي فسخت. بكرة بيحل على العنصرة
اختفى من جوانا. فراح اجى يسوع بموته وألامه وصلبه وقيامته رجع لنا الروح القدس. هذه احنا ملخص عام لكل اللي احنا شفناه. خلينا نفوت اليوم في شغله شوي هيك ممكن نستغربها، بس انا بدي احكي فيها ونفهمها عشان نفهم احنا كيف عايشين وكيف مرات كثير بنغلط وكيف حددنا حالنا بدون ما نعرف. احنا بنعرف انه المرأة راحت سمعت للحية وقالت للحية كلوا من هالشجرة، يعني كل ما بتاكلوا من هالشجرة بتفتح بتفتح عيونكم. خلينا نروح على سفر التكوين 3:6 من 6 ونبدا شوي شوي. فرأت المرأة وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر. يعني كل الحواس زي ما قلنا اشتغلت وبلشت المرأة تحس إنه لازم أنا أمد إيدي وآخذ. فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. يعني هم اثنين أكلوا. هون إحنا رمز أو مش رمز، هون إحنا وصلنا للمرحلة اللي أخطأ فيها آدم، طلع من الروح القدس وراح وصفى هو. خلينا نشوف شو صار في آدم وشو صار فينا لغاية الآن. فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانا. خلينا نوقف عند النقطة هاي. إيش معنى هاي الشغلة هي الوحيدة اللي هم اكتشفوها إن هم عريانين، ما اكتشفوش إشي تاني. وليش عريانين؟ ليش كانوا عريانين؟ يعني عندنا هون تكوين 25:2، إذا نرجع لتكوين 2:25 الآية بتقول وكانا كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان. ليش بعد ما سقط آدم عرف إنه عريان وبلش بده يخبي حاله؟ فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مأزر. هون أول إشي عملوه هم راحوا غطوا حالهم. وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب الريح النهار. فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ كلمة سؤال أين أنت مش معناه وين أنت متخبي أو في أي منطقة أنت موجود. سؤال أين أنت؟ شو اللي عملته؟ شو اللي سويته؟ وين انت رحت يا ادم يلي انا خلقتك بكل هالحب وانت تركتني وبعت؟ وين رحت؟ وين انت يا ادم؟ فجاوبه ادم سمعت صوتك في الجنه فخشيت لاني عريان فاختبأت. شو اللي راح منا عشان صرنا نخاف وصرنا نتخبى؟ شو الاشي اللي خسرناه خلانا نخاف، خلانا نتخبى، خلانا نفوت جوا حالنا اكثر واكثر وما نكون زي زمان عريانين؟ تعالوا نشوف هسه شو عملنا احنا اكثر واكثر. بنروح لسفر التكوين 21 و22، رقم 3، سوري، سفر التكوين 3 آية 21 و22. بعد هيك طبعا ربنا زعل منهم وقال لها ملعون الارض، ملعون الارض لعن الارض ولعن حواء ولعن الحية، وأعطى كل واحد قصاصه. وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والآن لعنه يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة ويأكل ويحيا إلى الأبد. طبعا ربنا راح ذبح واحد من الحيوانات، عمل جلد قميص جلد لآدم وقميص جلد لحواء، آدم وامرأته، وألبسهما. أنا اليوم بدي أوقف عند الكلمة هاي، قميص الجلد اللي عمله ربنا لآدم وحواء. هذا القميص هو سبب المشاكل بالدنيا كلها. قميص آدم سقط، خاف، صار
طريان. فشو عمل ربنا؟ راح ذبح اول حيوان، عمل له خيل قميص ولبسه. لما لبسه ربنا خبى العري اللي موجود في بطل عريان، مع انه اول كان مش عارف انه هو عريان، كان زي ما شفنا بالايه انه ما كانوش كانوا عريانين ومش عارفين انهم عريانين، بس لما اجى عرف انه هو عريان فاجل ربنا كساه بهالقميص لبسه. هون احنا بدينا نختار كثير اشياء تفرقنا عن بعض. زمان كنا عريانين في شيء ولا شيء بهمنا، ماشيين بهالارض رايحين جايين مش شايفين اي شيء غلط، مش شايفين اي شيء، اي شيء زي الطفل. لما بتشوف طفل صغير بتحممه ولا مره بتلاحظ انه نعيم او شيء، طفل، هذا طفل. وهيك كان ادم وحواء، فيش شيء يعطيهم صفه انهم عريانين او عيب او غلط او شيء بيعملوه. ليش؟ لانه كان ستر. رحنا راح ادم فتحها، لما فتحها ادم حط كثير قوانين واشياء مشينا عليها لغايه الان. للاسف الشديد هاي الاشياء هي اللي خلتنا نكون مختلفين، وهي اللي خلتنا نوصل لعمق المشاكل اللي احنا موجودين فيها. قميص هذا اللي احنا لبسناه، اللي شلنا عنه كل هال اللي شلنا كل الشيء الطبيعي اللي كنا موجودين فيه، رحنا محينا الحكي هذا ولبسنا القميص. القميص هذا خلانا نوصل لكثير شغلات. اول شيء خلانا نوصل ل، شوفوا لوين وصلنا. القميص صرنا شعوب جنسيات، صرنا أديان، صرنا طوائف، صرنا حتى الطوائف صارت جواها كمان طوائف، صار كل واحد يميز الثاني بلبس معين. صار كل واحد فينا، كل طائفة فينا تتميز عن الثاني بلبسه، صارت تتميز عنه بعاداته وتقاليده بأشيائه. نسينا كل شيء انه كنا احنا ناس انسان، نسينا انه احنا انسان خلق الله، ورحنا تمسكنا بالاشياء هاي لانه احنا عريانين، احنا خايفين كثير من اشياء كثيره. فشو بنعمل؟ بنخبي. اول شيء خبينا جسدنا، بعدين صرنا نخبي الاشياء اللي جوانا، نخبي الوجع اللي جوانا، نخبي الظلم اللي جوانا، نخبي كل شيء احنا مرينا فيه بنخبيه. لما المرأة السامرية راحت على عند يسوع او راحت على النبع في عز النهار لانها خايفة، رجعت فرحانة. ليش؟ لان يسوع كساها بالمحبة، نظفها، صلحها، ما عادش مهم الاشياء اللي كانت خايفة منها. تركت الماضي وراحت للناس قالت لهم تعالوا شوفوا في حد حكى لي كل شيء. هون المرأة هاي شالت القميص اللي كان عليها ولبست من جديد يسوع، لبست الروح القدس. فكل خطيئة كانت هي فيها انمحت، رجعت عريانة من كل شيء إلا من يسوع. فما عادتش تخاف، ما عادتش تخاف الناس تبرم عليها وتحكي عليها هاي من خمسة جواز، ما عاد تخاف، ما عاد تخافت من أي شيء. ليش؟ لأنها في لحظة هالقميص اللي كانت لابسته ومخبي كل شيء جواها شلحته قدام يسوع، اعترفت قدامه وعرفت انه هو، عرفت انه هو المسيح، عرفت انه هو المسيح المنتظر واللي جاي. تركت كل شيء، نزعت هالثوب اللي مخبي كل شيء وراحت تركض في الحقول وتنادي الناس انهم تعالوا في ناس قال لي كل شيء بحياتي، الشيء اللي انا كنت خايف منه قال لي اياه. احنا للاسف الشديد تخبينا بالقميص، رفضنا كل شيء مختلف عنا. ليش؟ لانه احنا نفكر انه احنا الصح وغيرنا الغلط، مع انهم مش غلط، لهم عاداتهم، لهم تقاليدهم، كل انسان جاي من منطقه مختلفه عن الاخر. اختلافنا هو اللي بيوحدنا، ما بيفرقنا، بس احنا صرنا ناخذ من هالقميص نغطي حالنا علشان نقول انه احنا احسن من الاخر، مع انه احنا من جوا مش احسن من الاخر.
شيء معين حتى من جوا الطائفة نفسها صرنا ننتبه أشياء كثيرة علشان كل واحد يبرز ويظهر بقميصه اللي هو حطه لحاله. ليش؟ لأنه إحنا عريانين من الداخل. لو فينا المحبة الكافية في شيء برا ممكن ممكن يهمنا، لأنه جوا نظيف. مش داعي أنا أخبي أي شيء، مش داعي إني أنا أحط أي شيء، لأنه عيني صالحة ولا صالح إلا الله زي ما قلنا امبارح. عيني صالحة ما بتشوف أي شيء غلط. لما انفتحت عينين آدم وحواء عرفوا إنهم عريانين، لأنه انفتحت صارت عينهم تشوف الخير والشر فعرفوا. لكن لما عينهم كانت مغلقة عن الأشياء كانوا عريانين ومش شايفين إنهم عريانين. أجى الوقت إنه إحنا نرجع لهالعين هاي، نرجع نشوف كل شيء بعين الله اللي خلقنا. يسوع رجع لنا الروح القدس علشان نشوف كل شيء صالح، علشان الاختلافات اللي بيني وبين أخوي، بيني وبين الطائفة هاي والطائفة الثانية، كل إنسان مختلف في تفكيره. الواحد في العينة الخمسة ستة أربعة ثلاث كل واحد فيهم شيئين، مش دليل على إنه إحنا ضد، دليل على إنه إحنا منكمل بعض. لازم نرجع للمحبة والمعرفة، أعرف إنه أخوي بيختلف عني في القارة الفلانية لأنه طبيعة الشمس هناك أكثر عشان هيك هو أسمر، الهون الأوروبا الشمس أقل عشان هيك هو أبيض. أنا هون بستعمل الأيقونات لأنه أنا هون طبيعتي شرقية، بستعمل أيقونات ما بستعمل تماثيل. هناك أنا بستعمل تماثيل، إيش معنى هذا عبد أصنام وهذا عبد لوحات؟ في كثير أشياء مختلفة والاختلافات هاي بتكملنا ما بتفصلنا. بس إحنا علينا نفتح عيوننا، نشيل هالقميص اللي إحنا لبسناه، صرنا ناخذ كثير أشياء عشان نميز حالنا فيها. سوينا جروب جديد ما نروح من جيل نعمل لبس جديد للجروب عشان نميزه عن الآخر. صرنا نحط فصول نفصل كثير ما بين بعض، لدرجة إنه صار الإنسان جواه مفصول عشر مرات من عن بعضه. ليه؟ الله واحد، روح القدس واحد فينا كلنا، وهو اللي بيجمعنا كلنا. وعشان هيك لازم نرجع من أول وجديد نفتح عيوننا على الروح القدس عشان نقدر نشوف من خلاله الأشياء صح. عشان هيك قلت لما نلعب إنه لما أنا يسوع لو كان محلي شو كان بده يتصرف؟ نفس الشيء لما أنا بفتح عيوني من خلال الروح القدس أنا بشوف كل شيء صالح حتى لو ما كانش صالح. ليش؟ لأنه جواي صالح، جواي الله، جواي الروح القدس. ففيش إشي في الدنيا ممكن يخليني أطلع كجنسية أو دين أو طائفة، لأنه كلنا بنجتمع في الإنسان. لأن فيش إنسان، فيش حياة، فيش عالم، في كثير أشياء، في جنسيات، في أديان، في طوائف، في كثير. بس فيش إنسان، فيش حياة. الإنسانية انعدمت، ما عادش في إنسانية، لأنه إحنا تمسكنا بكل هالفواصل وتركنا أهم شيء الإنسان اللي جوانا، سكرنا عليه. وكأننا إحنا لما عيوننا إحنا عريانين سكرنا على هالإنسان وفتحنا الاختلافات كلها وبلشنا مين الأحسن مين مش الأحسن، مين اللي هو صح مين اللي مش هو صح. وللأسف الشديد كلنا صح وكلنا غلط، يعني كل واحد بيرجع لطبيعته لطريقة تفكيره. حتى لما نعمل طبخة كل واحد بيعملها بشكل، لكن بالنهاية هي نفس المكونات، نفس المكونات، بس كل واحد بيعملها بذوق شكل، كل واحد بيعملها بطريقة شكل، لكن هي طبخة وهي نفس المكونات ونفس الاسم. وإحنا إذا رجعنا رغم كل الاختلافات اللي بيننا نرجع إنه إحنا إنسان جوانا الروح القدس موهوب لنا جوانا، معناه إن كل شيء فينا صالح وكل شيء بنشوفه في الدنيا صالح، ولا بندين ولا بنشوف شيء غلط. هذا هو إنه إحنا نمتلئ من الروح القدس، هذا هو إنه إحنا يكون جوانا الروح القدس. الروح القدس هو عبارة عن نور، عن روح لا شيء يحده. لما قال يسوع أنا البداية والنهاية، هو لا محدود ولا مكان ولا زمان، معناه ما فيش فواصل، فيش أي فاصل في أي شيء،
فيش اي حدود، فيش اي مربع احط حالي فيه واحبس حالي فيه، لاني انا من الطائفه الفلانيه، انا هيك مو حدودي، انا هيك بفكر، انا هيك بعتقد، وانا اللي صح، انا الفلانيه انا كذا نفس الشيء، انا من البلد الفلانيه انا. لا لا، اذا احنا بنرجع لانسانيتنا وللانسان اللي جوانا اللي خلق الله وحط فيه روح القدس، كل الاشياء هاي بتختفي. ليش؟ لانه الانسان اللي جوا برحمته بمحبته بيطلع فوق كل الاختلافات، منصفي ناس، انسان عم بيساعد في اخوه الانسان، شو ما كان لونه، شو ما كان عرقه، شو ما كان دينه، شو ما كان جنسيته، شو ما كانت طائفته، وشو ما كان تفكيره. بعد كل اللي مرعنا فيه، بعد كل اللي اخذناه، بعد كل اللي تعرفنا عليه، عشان نوصل لصورة الله الموجودة داخلنا، صورة الله اللي احنا على صورته ومثاله، بترجعنا للإنسان. الله رحيم، الله محب، الله عادل، الله غفور، الله كل الصفات الحلوة الموجودة بالعالم هي الله. لما أنا برجع على صورة الله ومثاله، أنا برجع إنسان، لأن المحبة مفتوحة على الآخر، ما بتوقف وما بتقول هذا إلي وما بتقول هذا إلك، بتقول كلنا إخوة، والرغيف هذا بطعم الدنيا كلها. عشان هيك البرشانة دائرة ما لهاش أي زوايا، عشان هيك لما نشترك في قداس واحد ناكل كلنا من نفس البرشانة، من نفس جسد المسيح، نصير إخوة. لما نصير إخوة فيش أي فاصل بيننا مهما كانت الفواصل الموجودة بالعالم. لازم نطلع شوي من هالعادات والتقاليد اللي حتى حددت إنسانيتنا وخلتنا ننحبس في كوادر صغيرة هيك وننخنق، خلت الإنسان اللي جوانا ينخنق. لا، ربنا لا محدود، وزي ما قال يسوع للسامرية، بكرة لا بالقدس ولا بمحل. اللي بيعبد الله بيعبد بالروح، والروح ما بنعرف من وين بتيجي ولا وين بتروح، زي الهواء. ليه؟ لأنه كل الدنيا زي ما بنصلي بنقول روح الله الحي القادر على كل شيء، اللي هو موجود في كل مكان، مالئ الكل، فيش شيء بحله. خلينا نطلع من كل هالحدود اللي حطيناها لنفسنا، اللي حطيناها لنفسنا، حطينا حالنا في هالحدود وسكرنا حالنا، احنا اللي عم نخلق مش حد تاني، لأنه أصبحنا في كوادر صغيرة عم نكبر، والكادر بعده زي ما هو، والإشي اللي عم بيموت جوا هو إنسانيتنا. لا، خلينا نروح القدس يطلع هالإنسانية ونبلش نفسخ في هالحدود اللي حطيناها، ونرجع نحب زي ما يسوع بحبنا، نرجع نحب زي ما الله بحب العالم وبحب الكون وبحب برغم أديانهم، برغم تفكيرهم، برغم كل شيء مختلف، هم بيضلوا ولاده، وهو بيحبهم وهو خلقهم، كانوا شو ما كانوا، ورضينا أو ما رضينا، ربنا بيحبهم. وقلنا في خراف لسه مش من حضيرتي، بدها تيجي كمان، بضل ربنا يشتغل يرجعهم. ففيش حد أحسن من حد، كلنا مفتوحين بالمحبة، والمحبة بتفتح الباب للكل. عشان هيك بلشوا كسروا بهالفواصل اللي احنا حطيناها بايدينا، واللي احنا سكرنا حالنا فيها وقعدنا جواها، واللي خلق فينا الانسان. الانسان هو الشيء الوحيد اللي انخلق جوانا، انخلق ينطفي مع روح القدس، مع حلول روح القدس فينا. خلي هالروح يحاول ينفخ في هالإنسان اللي جوا، ويكسر كل هالحدود والقيود اللي إحنا حطيناها حوالينا، علشان كل ما نشوف شغلة نشوفها بعين الروح القدس، اللي عين الروح القدس هي عين الله الصالح، وهيك نشوف كل شيء حلو وكل شيء صالح، فيش فيه شر. انزع القميص اللي لبسناه بعد السقوط وارجعوا، ارجعوا لهالروح القدس اللي رجعوا يسوع جوانا بالعماد، علشان نقدر نعيش إنسانيتنا زي ما أعطانا إياها الروح القدس، نقدر نعيش الله المحبة الحب جوانا للعالم كله. اطلعوا خارج حدود كل
القيم الموجودة واللي سكرتنا على حالنا خلتنا نموت شوي شوي مش لاقيين الفرح. الفرح الوحيد بنلاقيه في العطاء وفي المحبة، غير هيك ما في فرح، فيش فرح أبدا، لأنه بس الفرح في أنه نعطي ونحب حتى الموت. عشان هيك كل اللي تعرفنا عليه خلال فترة الكورونا هاي كانت عبارة عن الوصية، أنه نثبت في الوصية أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. لما بحبنا يسوع حبنا حتى الموت وحبنا حتى الفناء نهاية. لما حبنا كل الحب هذا كسر كل القيود، كسر كل الحدود، كسر كل شغلات انحطت وتقيدنا فيها، فتح إيديه على الصليب بالأسلوب هذا وقال تعالوا إلي إحنا وزيي علشان تقدروا تعيشوا الفرح الدائم اللي هو ربنا أعطانا إياه من بداية الخليقة. إنسان الجواني اللي هو على صورة الله ومثاله، وبنرجع على صورة الله ومثاله إذا بحب زي ما بحبنا ربنا، وقدرنا نعطي زي ما ربنا بيعطي، وقدرنا نفتح قلوبنا للعالم زي ما ربنا فاتح للعالم كل شيء، وبيشرق شمسه على الأخيار وعلى الأشرار، وبيطلع وبيمطر على الفجار وعلى الأبرار. بدكم تكونوا زي الروح القدس، لازم تكونوا هيك بلا قيود بلا حدود بلا طوائف ولا شيء، بس المحبة. ما تشوفوا أي شيء إلا بعيون المحبة، حتى لو قالوا عنكم الناس هبايل معلش شوفوا بعيون المحبة، لأن المحبة ما بتقيد بأي قيد، بتخلي كل شيء مفتوح زي الروح، زي روح الله المالي كل مكان وكل شيء. خلينا نرجع لإنسانيتنا، خلي روح القدس يعبي هالهيكل اللي جوانا ويرجعنا زي ما كنا زمان مع الله عايشين في الجنة زي آدم وحواء، ومش شايفين إنه إحنا عنا قيود أو حدود أو عريانين. بالعكس شايفين إنه كل شيء صالح، لأنه إحنا جايين من اللي هو الصالح الوحيد اللي هو ربنا. هيك بنكون اليوم ختمنا مشوارنا كله اللي مرقناه مع بعض. أنا بشكركم لأنه أنا كمان تعلمت زيكم من الروح القدس كل الأشياء هاي. بشكر كل الناس اللي بعتوا رسائل شكر وبعتوا يشكرونا ويطلبوا أن نكمل، وأكيد رح نكمل بإذن الله حسب ما ربنا بده. بس خلينا نشوف الشهر هذا كل يوم جمعة نشوف إنجيل لغاية ما نشوف كل اللي ربنا بده إياه. كل الناس اللي بعتوا رسائل بيطلبوا أنهم يجوا يزوروا الدير أهلا وسهلا، الدير مفتوح حاليا، وأنا بتشرف أني أتعرف عليكم. كل اللي كانوا يتابعوني في كثير بعتوا أنهم حابين يجوا يزوروا الدير، أهلا وسهلا فيكم. رح ألاقي نلتقي إن شاء الله يوم الجمعة الجاي، نشوف ربنا شو رح يعطينا موضوع نحكي فيه أو ناخذ إنجيل من أناجيل الأسبوع تبع الكنيسة. وزي ما قلت لكم كل اللي أخذناه هو عبارة عن إنه نعرف الله، نعرف حالنا، ونعرف يسوع ليش أجا. وإذا عرفنا خلينا متمسكين بهالمعرفة اللي بتوصلنا إنه نرجع على صورة الله ومثاله، نرجع لإنسانيتنا، نرجع للإنسان اللي خلقه الله بالمحبة وللمحبة، عشان يبادل حب، يبادل هالحب اللي أعطانا يا ربنا للعالم مهما كان الثمن غالي، ومهما كان قالوا عنا إحنا المهبايل. لا، إحنا بنحب، والمحبة هي الله، واللي بيملك المحبة الله بيكون جواه ومالكه. خليكم متابعين على القداس رجعة الكنائس، على الاعتراف، سر الاعتراف، نفوت أكثر بأسرارنا، وخلينا دائما نكون الصورة الحلوة لله بين الناس. ما تنسوا انكم نور العالم، ما تنسوا انكم ملح الأرض، ما تنسوا انكم ثمر الله على الأرض، ما تنسوا وصية أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. خلوا الإنجيل دائما بين إيديكم، اطلبوا الروح القدس، صار عندكم معرفة فيه، وهو راح يفسر لكم أحسن من أي حد بيفسر ويدلكم على الطريق. خلوا قلبكم دائما هو دليلكم، شو مكان ضميركم مرتاح وجواكم سلام معناه أن أنتم ماشيين على الطريق الصح. كل سنة وأنتم سالمين بعيد العنصرة، ربنا يكون معكم ويملاكم من روحه القدوس حتى تثمروا
كل هالثمار اللي كتبناها وروحناها، واهم شيء الفرح، اهم شيء السلام، اهم شيء المحبه. خليكم بايمانكم واطلعوا من الصلاه اللفظيه للصلاه العقليه. ربنا يكون دائما ان شاء الله ماليكم بكل هالنور اللي احنا نتمناه ونترجاه. شوفكم الاسبوع الجاي اذا الله رب.